اجتمعنا شوية بالتلامذة متاع الليسي هذية يزون أديري أن مش يجعلوا اليوم هو يوم بدون تدخين في المعهد متاعهم. حاولنا احنا أن نعملوا كتيب فيه شوية معلومات للصغار شنو مضار التدخين، كيفاش نجمو نعاونوهم باش يبطلوا، باش يحاولوا هما يلغوميتون كيستيون هذه العادة اللي ولات ياسر متفشية في المعاهد متاعنا وعند لي جون، واللي قاعدة تسبب كمان في حالات ياسر متفشية من الأمراض، مرض القلب والأمراض الخبيثة. باش تكون إن شاء الله نواة البداية معناها متاع نوادي صحة في الليسيات، ونحاولوا أن نعمموها على معاهد أخرى في صفاقس. الحقيقة أنا سبورتيف معناتها ما نتكيفش، حبيت أنه نشارك مش نفسر للعباد اللي تتكيف بصفة غريبة راهو حاجة ما هيش بهي على الأخر، دونك حبينا معناتها نوعيهم ونقول لهم راهو التدخين راهو مضر بالصحة وراهو الأعراض بتاعه ما تظهرش على الأول، راهو معناتها هو قاتل. لحظة التقاء في المؤسسات العمومية بين الصحة والتربية، صغيراتنا في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى الصحة وفي إلى التوصيات وإلى المرافقة الضرورية، ولعل هذه المرافقة هي التي ستؤدي بالضرورة إلى الإقلاع عن التدخين اللي هو ظاهرة مرضية تنخر المؤسسات التربوية، علاوة على الظواهر المرضية التي هي متكاثرة جدا في عموم المؤسسات التربوية. وفي الأثناء هنا عندنا زميلنا يقول لك أنا من اليوم ما بقاش متكيف، زميل وفهمت مربي، وهذا إيجابي جداً.